صندوق النقد الدولي. للمزيد حول هذا التقرير ينضم إلي مباشرة من جدة دكتور هنري شاول، رئيس استراتيجيات الاستثمار في شركة الخبير المالية. دكتور هنري أهلا بك، أنا قرأت التقرير، أنتم عملتوا تعليقات على تقرير الـ IMF الأخير عن اقتصاد السعودية، بتركزوا كثير على موضوع الدايفرسيفيكيشن أو تنويع الاقتصاد بعيدا جدا عن القطاع النفطي، ولكن خلينا نكون شوي واقعيين. نحن نعلم أن السعودية اقتصادها بيعتمد على النفط، وبالتالي لماذا لا نستفيد من هذه النقطة ونعتبرها competitive advantage ونحاول أن نمشي السعودية في الطريق اللي تصير قوة صناعية، يعني الدايفرسيفيكيشن بالنقطة القوة إليها وليس في نقط أخرى يمكن حتخسر الكثير، رأيك؟ نعم، أنا رح أجيبك بقصة البتروكيماوي وبقصة النفط، بس أول شيء خلينا نحط التقرير بإطاره، يلي هو تقرير بإطار دوري روتيني. مثل ما بتعرفي صندوق النقد الدولي عنده المادة 4، بيبعثوا كل سنة بعثة على كل البلدان، بيجتمعوا مع المسؤولين الحكوميين والإداريين والهيئات العمالية والمستثمرين، وبيجوا بيطلعوا تقرير، وهو هذا التقرير بيكون تقرير للواقع الاقتصادي، تحليل للواقع الاقتصادي وتقييم له، واكيد عندهم توقعات. هلا قبل ما نفوت بالشق بس تبع النفط، في نقط ايجابيه تماما بالتقرير اللي هي مهمه الواحد يلفت النظر عليها اذا بتسمحي لي. اولا السعودية كانت من أفضل اقتصادات العالم إذا بتطلعي على من سنة 2008 ل 2012 من ناحية النمو، هي بالدرجة الثالثة بعد الهند والصين بناحية النمو. هلا مثل ما تفضلتي وقلتي بأول التقرير إنه النمو نزل من التوقعات للنمو ب 2013 نزل من 4.4 لل 4. حقيقة إذا بتطلعي من 2011 ل 2013 بتشوفي إنه النمو نزل من 8.5 6.8 لل 4، والنزول من 4.4 لل 4 كان ناتج بهالثلاث أربع أشهر اللي مضت بين الوقت اللي اجت البعثه فيه على السعوديه وطلعت التقرير للمكتب التنفيذي تبع الصندوق النقد الدولي. هلا السؤال ليش عنا هالنمو؟ هلا برب السؤال اللي عم تفضل، لانه هو دائما وقتنا ضيق فدائما نروح للكور، عشان هيك انا دخلت بالسؤال دايركت. مزبوط، بقى السؤال بقى هالنزول بالنمو يلي صار من 2011 ل 2013 مرتبط بالنفط، مرتبط بالانتاج المحلي تبع النفط يلي نزل. اذا بتتذكر ب 2011 صار في السعوديه زادت الانتاج لانه كان صار في عندنا مشاكل بالامدادات، امدادات النفط ان كانت من ليبيا ان كان من شمال افريقيا ام ان كان من سوريا، بس هدول الامدادات عم بيرجعوا على الخط. بقى هيدا النمو اللي عم بتشوفيه انه عم بينزل لل 4% هو نازل من ناتج من لانه الانتاج المحلي طبعا النفط قل. هيدي اول شغله. شغله ثانيه، في اذا بتطلع على القطاع الغير النفطي، نحن بنسميه قطاع غير نفطي بس القطاع غير النفطي هو مرتبط ارتباطا دايركت، يعني دايركت ارتباط بالنفط، انفاق الحكومه والانفاق الحكومي مرتبط بالنفط. واذا بتطلعي على التشكيل تبع الاقتصاد غير النفطي بتشوفي انه ثلثين منه هو بتروكيماوي، يعني حقيقه عندنا صناعه. نحن عم نركز على الايكونوميك دايفرسيفيكيشن ام اللي سميتيه التطور ام التنويع الاقتصادي يلي بنسميه تنويع اقتصادي، لانه مهم انه اذا صار ما صار ام اذا صار في تقلبات بسوق النفط انه تكون الاقتصاد على عنده اقتصادات متعدده. طب ما بس دكتور هاني، شو انت برايك شو هي الفورمولا المثاليه لكي نخفف اعتمادنا باعتماد الاقتصاد السعودي على النفط؟ انه مع انه هذا السيناريو مستبعد، ولكن ما هي الفورمولا اللي بتتحدث عنها؟ هل نتحدث انه قطاع الصناعه لازم يكون عنده دور من عوض من نصدر احنا الخام، يكون عندنا المواد البتروكيماويه بتتصنع في الارض السعوديه، وبالتالي هذا حيشارك بشكل اكبر في الجي دي بي؟ لانه الان الارقام اللي بنسمعها لنمو الاقتصاد مرتبطه دايركتلي بالانفاق الحكومي وليس بمساهمه قطاعات اخرى بشكل مباشر. مظبوط،
مظبوط. ليك نحن اليوم بس حتى بدي ارجع عدلك الخطر اللي على الاقتصاد. يعني اليوم وقت عنا وقت طلعنا الميزانيه الحكوميه بالسعوديه يلي هي تقريبا 820 مليون ريال مليار ريال بالشهر الاول تبع هيدي السنه، كان البريك ايفن برايس تبع النفط يلي هو السعر يلي صح بيتوازى في الايرادات الحكوميه والانفاق الحكومي، كان تقريبا 80 دولار على البرميل. اليوم وقت عملنا نحن دراسة وطلعنا على شاشة العربية وقلنا انه في خطر، لانه اذا بتشوف الانفاق الحكومي عادة تاريخيا دائما زاد الانفاق تقريبا 20%. اليوم البريك ايفن برايس، هيدا البريك ايفن برايس تقريبا 90 دولار، يعني نحن منا كثير بعاد عن السعر يلي هو تقريبا 100-103. طب يعني دكتور هنري انت قصدك انه الرقم السحري اللي يقدر ياثر على الانفاق مباشره واللي بيقدر يكون كمان مرحله خطر بالنسبه للاقتصاد السعودي هو 80-90؟ لو شفنا اسعار النفط تحت هذه المستويات هنا حيكون مشكله كبيره، لانه الان كما نرى هناك خطه انفاق قويه بتخلينا ما نتحدث بشكل كبير عن الانيمبلويمنت خصوصا ما بين الشباب او البطاله، وايضا هناك مشكله سكن لم يتم حلها بشكل كبير. نعم الانفاق هو اللي بيدعمها ولكن تبقى مرتبطة اسعار النفط، هذا قصدك صح؟ نعم نعم. وانا بدي وقت عم بحكي عن الايكونوميك دايفرسيفيكيشن ام التنويع الاقتصادي، عم بحكي حقيقه بعيدا عن النفط، عم بحكي عن نعمل استثمارات يلي بيسمى بالنولج ايكونومي، بالديجيتال ايكونومي، بهدول الاقتصادات يلي هن ما خصهم ابدا بصناعه النفط حتى يحموا المملكه من تقلبات الاسواق. دكتور هنري شاول رئيس استراتيجيه الاستثمار في شركه الخبير الماليه كنت معي مباشره من جده، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بدأ